يمكن احنا رغبتنا مش تخفيف الوضع الانساني، احنا املنا في توقف الحرب وانهاء معاناه المواطنين. ده اول واهم اجراء يجب اتخاذه حاليا. بالتاكيد يجب اعاده شبكات الاتصالات، لانه مع استمرار انقطاع الاتصالات في مناطق كثيره، نحن ما عارفين حجم الدمار ولا بنقدر نطع تصور للمطلوب من خدمات لتخفيف اثار الحرب على الناس. مطلوب بصوره عاجله جدا خلق ممرات امنه، مناطق منزوعه السلاح يقدر المواطنين يكونوا فيها على الاقل امنين. مطلوب بصورة عاجلة سريان للحياة من أكل وشرب وأدوية. في أخبار عن إنه الناس بدأت تموت من الجوع. الحقيقة الحلول الجزئية ما حتوقف المأساة، لازم تكون في حلول كلية وطويلة المدى. طيب هل في رأيك يعني هي شنو الحلول الطويلة الأمد اللي ممكن هنا يتم اقتراحها يا هند؟ ذكرت عليكي، يعني احنا محتاجين انه توفير الممرات الامنه وشريان حياه للناس، دي حاجات اساسيه، لكن الحل الاساسي هو انهاء. شكرا، شكرا جزيلا لك هند الطائف، ممثلة المكتب الإعلامي لغرف طوارئ ولاية الخرطوم، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك.